تحديدا 5 أشهر بعد انعقاد المؤتمر الوطني السادس للحزب الذي أفرز قيادة جديدة لهياكل الحزب ووعدت ووفت النساء الدستوريات ونساء المغرب عموما. أخواتي الدستوريات، إخواني الدستوريين، ها نحن نلتقي اليوم في محطة جديدة كما وعدنا وعاهدنا إبان المؤتمر الوطني السادس وقبله وبعده على إعطاء دينامية جديدة تتمثل في إعادة هيكلة جميع الأجهزة الحزبية لجميع الأقاليم والجهات في المملكة المغربية. اليوم نعقد كما هو تم التخطيط له منذ المؤتمر الوطني، كنا خدينا على عاتقنا لأنه سيتم إعادة هيكلة جميع الأقاليم والجهات حزبيا، وكذلك عقد مؤتمرات شبيبة دستورية وكذلك المرأة الدستورية. واليوم بهذا الحضور ديال الشباب والشابات الدستوريات اللي تم انتدابهم من الأقاليم، وكان واحد المرحلة مهمة في الحزب ديالنا، لأن كما تعرفوا بأن الشباب هو المستقبل، الشباب جيل جديد بإمكانيات جديدة بروافد جديدة، جيل تكنولوجيا، جيل المستقبل. هذا كله خصو يتوظف لصالح الوطن ولصالح الحزب، والدور اللي ملقي بالاساس عليهم وعلينا جميع اولا هو اعاده بناء رابط ثقه بين الشباب والسياسه، كذلك العمل اليومي داخل المجتمع لتأطير أولا، وكذلك بقوة أكثر لخدمة المسألة الوطنية للتجند جميعا وراء صاحب الجلالة من أجل المسألة الوطنية، واللي هي تعرف مؤخرا لبغينا نقولوا هجمات إعلامية مسعورة، وهذا الشيء ناتج على تموقع اللي حقته بلادنا قيادة حكيمة ديال صاحب الجلالة، واللي تم خصوصا في التعامل مع افريقيا اللي تم التعامل بشراكات تطبعها تكافؤ، بشراكات تطبعها ان الكل سيكون رابح، شراكات متغيرة ومختلفة عن ما كانت عليه الشراكات بين افريقيا ودول اخرى. كذلك نبغي نقول بان منذ الخطاب ديال سيدنا واللي حدد فيه بان الصحراء هو المنظار الذي ننظر به العالم، والذي معناه بأن الصحراء هي المحدد لعلاقة المغرب مع جل الدول الأخرى. وهذه المسألة هذه حرجات مجموعة من الناس اللي ما كانوش واضحين، فكنتمنوا أنهم يرجعوا للطريق المستقيم. اليوم نعقد المؤتمر الوطني الثالث لمنظمة الشباب الدستورية، وكسبنا الرهان أولا ديال الانعقاد في الوقت المحدد اللي أعلن عليه الأمين العام ووافق عليه المكتب السياسي في آخر اجتماع فقط قبل أسبوع. لأن الاستعدادات على المستوى الوطني قمنا بها في أسبوع واحد، ولكن المستوى الإقليمي والجهوي كان واحد العمل اللي دام تقريبا 3 شهور، لأن كان فيه انتداب ديال الممثلين المؤتمرين والمؤتمرات ديال المنظمة من الإقليم ديالهم للمستوى الوطني. في هذا المؤتمر تم انتخاب كتابة وطنية ومكتب وطني جديد، وتم ايضا وضع الخطوط العريضه ديال المشروع الارضيه ديال العمل والرؤيه البرنامجيه. وبطبيعه الحال كان تميز بالكلمه التوجيهيه ديال السيد الامين العام اللي اعطى خارطه الطريق ديال العمل ديال الشبيبه، اللي طبعا احنا غادي نحاولوا اننا ننفذوها
وهي في مرحلة أولى غادي نقوموا بتنظيم ورشات تكوينية وأيضا إعداد كوادر قادرة على تمثيلية الوطنية وأيضا الدبلوماسية الموازية، وفي موازاة غادي نقوموا بهيكلة الشبيبة طبعا في الأقاليم والجهات المملكة. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.